بين جاباسكي الاعلام بوغوس المؤسسه بوغوس الاذاعه. مرحبا اخويا جلانس. صباح النور يوسف النور. ميرسي على المراول نتاعك الكل بماركه معينه راهو منين صح عقد طويل المدى حتى 2027 زاد 77 27 خمسه سنوات وقبل التجديد شهر. فوالا فما اخبار مزيانه في الرياضه؟ فما موجود توت سويت كور مع جلانس. انت تحب على الاخبار المزيانه باهي رد اعتبار لجيل 2004 بعد الكلام اللي تقال حول بنك المنتخب المصري وجود عصام الحضري وائل جمعه. عصام الحضري اربع مرات بطل الافريقي وائل جمعه ثلاث مرات وقلنا نحن شبي معنا حتى حد من وجوه ربما اللي صنعت ربيع كره القدم التونسيه. البارح الجامعه اعلنت انتداب او تعيين علي بومنيجي اللي هو سليم بن عاشور كمدربين مساعدين. بومنيجي كان مساعد في فريق سوشو، خدم في النجم الساحلي، خدم في أرسنال، خدم زاده في النادي الافريقي وكان مدرب حراس في المنتخب. سليم بن عاشور مدرب أولدهام أتلتيك في الليك 2 في الدرجه الرابعه في انجلترا. سليم بن عاشور اللي كان لاعب كبير لعب في باريس سان جيرمان، لعب مع رونالدينو. سليم بن عاشور كان تتفكروا مع انتداب نتصور انا زاد بشيعتي اضافه كبيره هو ايمن جديدي موسى او معد بدني عفوا يخدم في فريق لونس الفرنسي باش يكون حاضر في تربصات المنتخب وفي التظاهرات. حاجه تشرف برشا كي بدا عندنا بريباراتور فيزيك في النيفو هذاك في مستوى عالي. باهي حكينا على استادات البارح، حكينا على السنغال مره اخرى استاد جديد في السنغال، استاد باسم نجم السنغال افضل لاعب في كاس افريقيا للامم اللي هو ساديو ماني. لؤي ساديو ماني باش يولي عنده استاد باسمه في 2023. قليل الملاعبين اللي عندهم استادات باسمهم هما مازالوا ينشطوا بالضبط اون اكتيفيتي كيما اندريا بيرلو وقتها كان ينشط مازال وقتها في ايطاليا وفي اليوفي عنده استاد باسمه في مدينه بريشيا معقل راس. تعرف اندريا بيرلو شنو يعمل زاد بار كره القدم؟ لا اندريا بيرلو مغروم برشا بالنبيذ دونك عنده محصرة نبيذ وعنده سواني في بريشيا وكان يجيب لصحابه هكا ديما ريتها في الدوكيومنتير اللي عملوها على اليوفي هذايا وقتها All or Nothing اسمه الدوكيومنتير على امازون ريتها الفوز هذا على اليوفي بالضبط. اندريا بيرلو دونك تاجر نبيذ زاد بالاضافه لخدمته ك عندنا في جرومبيل يقول له يجي ياخذ شوي ارض والله يخدم معنا مرحبا كاليتي يخرج الوطن القبلي الوطن القبلي من احسن لي كاليتي نتاع العنب وكل مرحبا بيه طلعت فيه جرومبيلي انا دونك مرحبا بيه في كل وقت نعرف الاراضي وكل يجي بحذين كلمني بير نجم تحصلوا على الكونتاكت نتاع اندريا بيرلو بكل سهوله. حتى داني كيف كيف داني ما عادش دخلوا في الروبريك نتاعك كمل الاخبار والله في مواضيع النبيذ مش ناقص عنده تفاصيل دقيقه داني نشوف حتى في الاوبن سبيس برك عليه معناها مخه فايق وعنده كل فيتيس دو رياكسيون ما شاء الله عليه. انتم ما كنتش عاطينه قيمته على شكون تحكي؟ لا ما كنتش عاطينه قيمته. انت على شكون تحكي؟ انا احكي على سيدنا يوسف. لا لا ولا لا ما كنتش عاطينه قيمته طفل لا بالحق عايشك يا جلانز ربي يخليك تحب تدافع عرفت لافوكادو ديابل تحب تكون مش هكاك خلنا نواصلوا واصل خير هاني نقول ما تحطش روحك ما تحطش روحك معاه. فريق باريس سان جيرمان البارح عمل البوز فريق باريس سان جيرمان قام بعرض وتقديم القميص الجديد ليه القميص الرابع اللي باللون الابيض ياسر حلو القميص نجمو نشوفوا تصويره قدامنا. القميص هذا بما انه باريس سان جيرمان مسحب مع شركه نايكي الامريكيه اللي حكينا عليها برشا في الايام الفارته لا هذه تصويره مايكل جوردن هكا ماريو الابيض وفيه باريس سان جيرمان هكا التصاور هكا بتاع الفريق قلت تصويره قسم هكا قاعدين فوق بعض قالوا لي قاعدين نلوج عليها باريس سان جيرمان الفريق اللي مسحب كما قلنا مع شركه نايكي الامريكيه القميص هذا جاء ماركه جوردن اللي دخلت في كرة القدم بقوة الماركة هذه دونك عملوا كوليكسيون نتاع كرة قدم وعملوا كوليكسيون زادة نتاع لبسة كوليكسيون حلوة ياسر كاجوال تتسمى
خلال الفوتوشوت خلال جلسة التصوير هكا بعثت لهم التصوير هذول انا نسيت انا غلطت ما بعثت لهمش مش انت ما غلطتك انت اثنين ربع يقعد بينك وبين روحك لا مثال مثال جوست تفهموا ريت السرعة في بروجو اسف تصفيق ملا السرعة ملا السرعة بعث لهم تصوير اخر باش نشوفوا بعث منا خرج منا تبارك الله كيما قلنا جوردن اللي هو جزء كبير من شركة نايك الامريكية لقاو مشكل وقتها في حصة التصوير في الفوتوشوت شنو المشكل حسب رايك سبيدري ميسي سبيدري ميسي اللي هو اديداس سبيدري ميسي اللي هو اديداس دونك يطيح كل شيء في الماء كيما قلت بما انه اديداس هو المنافس رقم واحد لشركة نايك غطي له ساقي فزوز دونك حطوا من الاول كيما هكا هكا بلاك هذيك مكتوب عليها باريس سان جيرمان من بعد فرشوا مبابي قدام 22 وهكا تشوف غادي كيليان مبابي تمد في القاعه بطلوا تاكل باش ما يبيعش على خاطر على خاطر الفلوس يعمل كل شيء كيليان مبابي شوف فاش قعد كيليان مبابي نحيلو الشوفي كيليان مبابي كيليان مبابي من سفراء ومن زاد الوجوه البارزه لشركه نايك في كره القدم شو كيليان مبابي شو عامل هذيك التيحة راهي ب 1 مليون نورمالمون تصرفين مليارات على بوبيسيتي تجي تحط الماركة الأخرى تتصور بلاش دونك خبيو إيه أما هما ريت كي خبيو عملوا البوز أكثر عملت بوز أكثر الحكاية صحيح عملت بوب جراتويت لأديداس شركة نايك ديما تعمل الحاجة هذه ديما تعمل نتفكر أنا في 2016 نهائي تشامبيونز ليج كريستيانو رونالدو كي سجل ضربة الجزاء الأخيرة في سان سيرو ضد أتلتيكو مدريد وهز بها الريال إلا قب كريستيانو اول حاجه عملها شنو نحى المريول نجموا تشوفوا التصويره زاد كريستيانو كي نحى المريول على ايش خاطر اديداس هي سبونسور نتاع ريال مدريد وكريستيانو ممكن اللاعب رقم واحد وقتها الشركه نايك دونك اول حاجه عملها هو انه نحى مريوله في جوست بعد ضربه الجزاء كيف كيف نفس الحاجه صارت في عام 1974 مع يوهان كرويف في المونديال الشهير هذاك يوهان كرويف وقتها مصح مع شركة بوما اللي هي منافسة لشركة أديداس وكان يلعب بمريول ديجا عنا التصويرة مريول تو سترايبس مع دو بونت أديداس بالي مش تروا بونت تصور أنت أديداس عندها وقتها المنتخب الهولندي وستار نمبر وان ما لبسش مريول تروا بوند يعني كانوا هكا دو بوند نجموا تشوفوهم واضحين في الاكران ذا اللي ما وصلت لهم لا وصلت لهم التصويره ما وصلت لهم ذي متاكد ان وصلت لهم او قاعدين يشوفوا فيها التصويره اي اف ام تي في كانت تحطوا لنا التصويره نتاع كريستيانو رونالدو اللي انا ما تحطيتش وتصويره يوان كرويف يشوفوا فيهم في اي اف ام تي في قالوا لي جلانزا مش كمل بكمل من غير تصاب به